مع الحدث. مع الحدث والتواصل مع ندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية، حيث تنطلق فعاليات هذه الندوة اليوم وتقام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء. الحديث أكثر عن تفاصيل هذه الندوة معنا على الهواء مباشرة الأستاذ عبد الله بن محمد الهنائي من اللجنة التنظيمية لندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. أستاذ عبد الله، صباحك خير، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ سهى، وأسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج الرائع. يا مرحبا فيكم، وشكرا لجهودكم في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إقامة الكثير من الفعاليات. في البداية أستاذ عبد الله، يعني نحن دائما نقول إنه فهم الإنسان للأمور القانونية والتعامل القانوني مع قضاياها الشخصية أو قضايا مجتمعه من الممكن أن يؤدي إلى توجيه سلوكه نحو الأفضل، وبالتالي تعزيز هذه الثقافة في أفراد المجتمع. كيف ستلعب هذه الندوة دورا في تعزيز ذلك؟ لا شك أختي سهى أن في ظل توسع قضايا المجتمع وتعدد نوعياتها الناتجة عن تغير نمط وأساليب حياة المجتمع ودخول وسائل التطور والتقنية كأحد العوامل الرئيسية المؤثرة في توجيه سلوك الفرد والتأثير عليه، تأتي هذه الندوة كمطلب في هذا الجانب، حيث يستضيف إن شاء الله قاعة المؤتمرات في المعهد العالي للقضاء صباح هذا اليوم ندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية. والندوة هذه تأتي بتنظيم مشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء، ويرعى حفل افتتاح الندوة هذه معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة. لا شك أن هذه الندوة هي مطلب، وتأتي أيضا في إطار نشر الثقافة القانونية لمختلف شرائح وفئات المجتمع. وبكل تأكيد أن هذه الندوة وغيرها من الفعاليات التي تنصب في هذا المجال تسهم بشكل كبير في إثراء الجانب المعرفي للفرد وإدراكه لحقوقه وواجباته القانونية. نعم، يعني إن شاء الله المزيد من التعزيز كما ذكرت أستاذ عبد الله، خصوصا مع التطورات وتطور كذلك التقنية من العوامل الرئيسية المؤثرة في توجيه سلوك الفرد. نتكلم حق الإنسان في محاكمة قانونية، ربما العنوان يعني يطرح لأول مرة أستاذ عبد الله، لم يطرح سابقا عنوان كهذا تحديدا. الكثير من العناوين عن تعزيز الوعي القانوني أو تعزيز الثقافة القانونية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ولكن حق الإنسان في محاكمة قانونية، لماذا انطلقتم بهذا العنوان؟ مثل ما ذكرت وأشرت إلى أن القضايا تغير ونمط وأساليب حياة المجتمع كلها كانت عامل من العوامل التي قادت إلى عمل مثل هذه الندوة. وإضافة إلى هذا الهدف هناك أهداف أخرى أيضا قادت إلى تنظيم هذه الندوة، ولعل أهمها تعريف الإنسان بحقوقه منذ مرحلة الضبطية القضائية ومرحلة جمع الاستدلال وحتى صدور الحكم والتنفيذ العقابي. وأيضا من أهداف الندوة نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المؤسسات المختلفة في السلطنة، إلى جانب بناء ومد جسور من الحوار والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع. هذه قد تكون هي أبرز الأهداف. بالضبط، نعم. طيب من هم يعني الشركاء في موضوع كهذا؟ عندما نتكلم إنه من أهداف الندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية، كما ذكرت التعرف على مرحلة أو على حقوق الإنسان من مرحلة الضبطية القضائية إلى مرحلة صدور الحكم إلى التنفيذ العقابي. نعم، طبعا هناك الشركاء كثير أو عديد من الجهات الحكومية والجهات المختلفة في السلطنة، مثل جامعة السلطان قابوس مثلا في كلية الحقوق، وشرطة عمان السلطانية والإدعاء العام ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء،
وأيضا مجموعة من المحامين. كل هؤلاء يعني شركاء في هذه الندوة، وقد يكون أبرز المتحدثين من هذه الجهات في أوراق العمل التي تقدم في هذه الندوة بإذن الله. نعم، ما قصدته كذلك، الشخص عندما يتعرض إلى أي قضية مثلا قانونية، من يساعده في تعزيز هذا الجانب، تعزيز معرفة حقوقه تماما من مرحلة الضبطية القضائية نهاية بالتنفيذ العقابي؟ لا شك أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لها دور في هذا الجانب، إلى جانب مختلف الجهات الأخرى المعنية بمثل هذه القضايا. ونشر الجانب التوعوي هي مسؤولية هذه الجهات المختلفة في تعريف الإنسان بحقوقه وواجباته القانونية. نعم، هل يعني من خلال تواصلكم مع هذا الجانب تحديدا، هل لاحظتم أن هناك بعض المغالطات التي تحدث من قبل الأشخاص اللي مثلا عندهم قضية معينة في معرفة حقوقهم بشكل واضح وصريح وعدم خلط الأمور؟ هي قد يكون هناك يعني شيء من الحاجة إلى الوعي القانوني لكل فرد في هذا المجتمع بالجوانب القانونية في حال قضية معينة، فمن المهم جدا أن يدرك الإنسان حقه خلال كل فترات أو مراحل سير قضيته أو القضية. ولعل يمكن محاور هذه الندوة ستركز على هذا الجانب، حيث أن كل ورقة من أو كل محور من محاور هذه الندوة يتجسد من خلال أوراق العمل الأربع التي ستقدم بإذن الله تعالى خلال الجلسة أو الفترة الأولى من فعاليات هذه الندوة. نعم، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الندوة، وكما يبدو أنها أيضا ستخرج ببيان ختامي، ربما يعني نقف لاحقا عند هذا البيان لنعرف آخر النتائج المتعلقة بندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية. شاكرين لك وجودك معنا في هذه الدقائق الأستاذ عبد الله بن محمد الهنائي من اللجنة التنظيمية لندوة حق الإنسان في محاكمة قانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. شكرا أستاذ. شكرا جزيلا لك. شكرا، تحية طبعا لكل الجهات أيضا المنظمة لمثل هذه الندوة، ونقول من الجيد بالفعل ومن المهم أصبح ومن الملح جدا في حياتنا أن يثقف الإنسان نفسه قانونيا على الأقل في أبسط التفاصيل المتعلقة بحياته، حتى لا يعرض نفسه للكثير من القضايا أو المساءلات لا قدر الله. في صباح الشباب سابقا في دورتنا تقريبا الأولى والثانية كانت هناك فقرة بعنوان مستشارك القانوني لمدة ساعة في الأسبوع، ولاحظنا تفاعل طبعا جميل من قبل المستمعين الكرام في هذه الفقرة. كانت في تساؤلات كثيرة حول بعض القوانين، وكنا نناقش الكثير من القوانين المتعلقة بتنظيم حياة الإنسان عموما والموجودة في السلطنة. فلذلك من تلك الفقرة نقول اختاروا لكم مستشار قانوني، مستشاركم القانوني كثير مهم في حياتكم يعني استشارته في أي خطوة تتخذوها في هذا الصدد. صباحكم خير وأجواء إن شاء الله منعشة. الصوت القادم صوت جدا جميل، صوت الفنان عبد الله الصفراوي.